وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس متابعا لجلسات الحوار الوطني. كريم، أرحب بك وأنقل لنا أبرز ما جاء في فعاليات اليوم، خاصة ما يتعلق باللجنة الخاصة بالأحزاب السياسية وأهم ما دار في النقاشات. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل الأسبوع الثاني واليوم الأول للمحور السياسي، لجنة الأحزاب السياسية ولجنة المحليات. لجنة الأحزاب السياسية كان بها جدل كبير وأيضا كثير من النقاشات والأطروحات المختلفة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة للأحزاب وكيفية تعامل هذه القوانين إما مع الواقع الفعلي أو حتى مع أي ترشيحات قابلة للتطبيق في المستقبل. لجنة الأحزاب السياسية ناقشت اليوم عدد من البنود أو المقترحات من الأحزاب والفئات المشاركة في هذا الحوار، منها ما يتعلق بدعم الأحزاب السياسية ماديا من جهة الدولة. كان هناك من يؤيد هذه الفكرة، على فكرة دعم الأحزاب السياسية وإعطائها أيضا بعض الامتيازات الخاصة بالجمعيات الأهلية، والبعض الآخر رأى أنها من الممكن أن يعني يحدث بعض اللبس ما بين يعني اختصاصات الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية. كان هذا جزء من النقاشات الخاصة بالأحزاب السياسية. كان هناك أيضا جزء متعلق بقانون تغيير القانون والتشريع الخاص بإنشاء الأحزاب ومدى قابلية إعطاء التصريح للأحزاب، التصريح الأمني في حد ذاته، إما يكون بالإخطار، مجرد الإخطار لإنشاء الحزب، أو حتى بعض الإخطارات الأمنية، أو بعد ذلك هناك اقتراحات للجان حزبية خاصة. هذه اللجان تكون تابعة للمحكمة، تكون مختصة، يضع لائحة هذه اللجان، الأحزاب في حد ذاتهم يضع هذه اللائحة لتنسق وتنظم أمور الأحزاب السياسية وكيفية اختيار رئيس الحزب وكيفية اختيار بشكل عام كوادر الحزب. ولكن كان هناك أيضا نقاش فيما يتعلق بهذه النقطة حول من الممكن أن يكون هذا مقيد للأحزاب السياسية، لذلك كان هناك حل أيضا بالتعامل مع هذا التقييد للحزب السياسي بأن من يضع هذه اللائحة هم الأحزاب السياسيين في حد ذاتهم. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت في الجلسة الخاصة بالمحليات وإنشاء المجالس الشعبية المحلية تطبيقا للمادة بالدستور التي تنص على إنشاء المجالس المحلية الشعبية. هذه المجالس لها دور خاص أيضا للرقابة على المحليات ومتابعة فساد المحليات، وأيضا نقل الصورة لمجلس النواب فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، ولكن نقلها من أرض الواقع أو مباشرة من أرض الواقع، أيضا يعني محاولة لطرح أفكار جديدة لهذه القوانين الخاصة بالمحليات والتشريعات الخاصة بالمحليات لسرعة تطبيق هذه القوانين ليتم تنفيذ بالفعل المادة الخاصة بالدستور بإنشاء مجالس الشعب المحلية أو المجالس الشعبية المحلية. بالطبع انتهت الجلستان الأولتان في هذا اليوم، وتبدأ بعد قليل جلستان أخريتان يتعلقون بنفس الموضوع، المحليات والأحزاب السياسية. ولكن من حديثي مع النواب المختلفين المشاركين في هذا الحوار ومن الأحزاب المختلفة، يعني تحدثوا عن احتمال خروج توافق قريب في هذا الشأن، خصيصا لأن يعني الرؤى متوافقة ومتقاربة نوعا ما، والاختلاف ليس كبير فيما يتعلق بالتطبيق الخاص بالقوانين الموجودة حاليا. أما الجزء الخاص بالتشريعات المختلفة أو الجديدة التي سيتم يعني إنشائها أو اقتراحها، ما زال العمل جاري عليها، وسنتابع بالطبع في نهاية اليوم إلى أين خرج هذا الحوار السياسي الخاص بالأحزاب السياسية وأيضا المحليات. نعم، شكرا جزيلا لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة متابعا لجلسات الحوار الوطني من قاعة مركز المؤتمرات بمدينة نصر. شكرا جزيلا لك.